المتعلقة بمكافحة الظواهر السلبية خلال شهر رمضان الكريم، لا سيما التبذير الغذائي ونظافة المحيط. قمنا اليوم بالإشراف على إطلاق حملة تحسيسية لمحاربة هذه الظواهر السلبية في وسط المجتمع. أيضا نقدم لكم بعض النصائح لتساعدكم شوية على اساس اننا ان شاء الله نحدوا من ظاهره التبذير، وبنفس الوقت انكم تهزوا هذا بعض النقاط هذه وتزيدوا توصلوها للزملاء تاعكم، الاباء تاعكم، الامهات تاعكم. إذا حطت صبيحة اليوم على مستوى دائرة بن سرور القافلة التحسيسية التوعوية للترشيد الاستهلاك الطاق والماء والكهرباء، وكذا الحد من ظاهرة تبذير مادة الخبز والمحافظة على نظافة المحيط تحت إشراف سيد والي ولاية المسيلة ومن تنظيم مديرية البيئة، وبتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين على غرار مسار الحماية المدنية والأمن والدرك الوطني. اليوم القافلة التحسيسية حملت في جعبتها تحسيس المواطنين للحد من ظاهرة الرمي العشوائي، حيث تم توزيع مطويات وأكياس بلاستيكية على مستعملي الطريق على مستوى دائرة بن سرور للتحسيس. كذلك شملت ثانوية بن سرور وعينا كذلك التلاميذ بحكم أنهم النخبة وحلقة وصل بين القافلة وبين المجتمع أو المحيط العائلي، من أجل إيصال هذه الرسالة فحواها ومحتواها المحافظة على نظافة المحيط والحد من ظاهرة تبذير مادة الخبز. إن شاء الله القافلة مازالت متواصلة تشمل باقي دوائر الولاية. المؤسسة العمومية الولائية لتسير مراكز الندم التقني كانت لها مشاركة قوية وفعالة على مستوى هذه القافلة، كانت قامت بمبادرة توزيع أكياس بلاستيكية تحت شعار شكارة في السيارة، مست أو شملت أصحاب السيارات للحد من ظاهرة رمي العشوائي للنفايات على مستوى طرقات مدينة المسيلة. ونظافة المحيط هي نظافة مسؤولية مشتركة للجميع. رانا نبذلوا ولقى ربي حافظنا وسترنا، جريت لقى علينا بس انت حاجه الخبز راه يطايش من ابو بين لابو بين يا لله العجب. والله العظيم اقسم بالله يا ناقي مرات كسر اللي تاكلها طيشها.